القطار، وسيلة النقل التي تطورت بها الأمم ودول الغرب المتقدم على الخصوص. كيف تطور من القاطرة البخارية إلى محرك الديزل وصولاً إلى القطارات فائقة السرعة المكهربة؟ dans l'atelier chaudronnerie pour faire l'assemblage du véhicule complet. L'étape suivante, ça sera l'essai dynamique. On va faire rouler le train pour le tester. Après, on le ramène dans l'usine, on fait une finition complète et on le présente au client pour réception et pour vente. يوجد 98 قطار، هذا عبارة عن مشروع سوف يتم دونك إتمامه بين الجزائر وفرنسا عن طريق شركة تيتال عنابة. تنزل قناة الشروق في مصنع ألستون في ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية تقف على عملية صنع 17 قطار التي اقتنتها الجزائر، وتنقل للمشاهد كيف يصنع القطار في فرنسا من الحدادة والتلحيم إلى الطلع وربط شبكات الخيوط المختلفة وغيرها من المحطات. كيف يصنع القطار في فرنسا؟ تتابعونه في الأوقات التالية.